فكل ما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق على الأموال. هتطلع 85 جرام على 85 جرام بيطلع ما يعادلهما من الزكاة على الأموال، لأن برضو بعض الناس تجرأ وقال لا تجب الزكاة على الأموال. يعني لو واحد عنده ذهب وفضة يطلع، لكن عنده فلوس ما يطلعش زكاة. حاجات غريبة جدا، قياسا يعني بناء على الأصل اللي هم عملوه إن دي تفترق عندي، بينما هي لا تفرق. يعني ليس هناك أي جهة لانفكاك الإيه الأمرين بعضهما عن بعض. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نخليها يوم السبت نكمل هذه المباحث الدقيقة، لكن على الأقل خدنا فكرة عن موضوع العلة وموضوع القياس، ولأن ده مسلك واعر، والفقيه الذي لا يفقه هذه الأمور موضوع العلة موضوع القياس يعني يسيء أكثر مما يحسن، ويضع الناس في الحرج ويفتي بغير علم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في حكم علته، في حكم، في أصل حكمه ثبت بالإجماع ولم يثبت بقرآن أو بسنة. في أصل عندنا عايزين نقيس عليه، بس جينا نقيس عليه ما لقيناش آية ولا حديث، لقينا إجماع. إجماع العلماء مثلا، هديك مثال عشان يتقرب الموضوع، على أن ابن الابن كالابن في حجب العم. كويس، واحد يروح جاي يقول لك ايه، انا هقيس على ابن الابن ده بناء على هذا الاجماع، هقيس عليه مثلا ابن عم ابن ابن العم. نقول له ابن ابن الابن ما يتقاسش عليه ابن ابن الايه، ما يتقاسش عليه ابن ابن العم، عشان حاجتين، عشان ده حكم ثبت بالاجماع، نمره اتنين عشان القياس هنا مع الفرق، ابن الابن مش زي ابن العم، يعني ما فيش. بالتالي الحكم الذي ثبت بالإجماع يختلف عن الحكم الذي ثبت بالنص عند بعض العلماء. بعضهم قال لا يمشي، حتى لو ثبت بالإجماع يجوز أن أنا أقيس عليه إذا استكمل، إذا استوفى القياس أركانه، لأن القياس إذا استوفى أركانه وقع صحيحا وأصبح مصدرا للتشريع، وإذا لم يستوفي يسمى، بيسموه بقى في الحالة دي إيه، قياس مع الفارق، قياس. ما هو مش راضي، قياس مع الفارق. زي مثلا اضرب لكم مثل معاصر، قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق. واحد يجي يقول لك ايه، الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، الحائض لا يجوز لها دخول المسجد. ليه يا مولانا؟ قال لان ربنا قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان منع الجنب من أن تدخل المسجد، لو افترضنا أن الأدلة الأخرى هنحيدها، لأن احنا الأدلة الأخرى فيها كلام كتير، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث جسر بنت دجاجة في كلام، يعني البخاري تكلم فيها وبعض الناس قال جاوزت القنطرة، يعني فيها خلاف هل الحديث صحيح ولا لا. فلو افترضنا أن كل الأحاديث الأخرى مش موجودة وإحنا عندنا القياس ده، هل يجوز قياس الحائض على الجنب؟ قالوا لا، لا يجوز. ليه؟ قالوا لأن الجنب يستطيع أن يزيل جنابته في أي وقت، أما الحائض مش بمزاجها، لابد أن تنتظر إلى أن ينقطع الدم، فهنا القياس قياس مع الفارق. ثانيا، الجنب يبقى جنب مثلا نصف يوم كم ساعة وفي الآخر هيضطر يغتسل عشان يصلي، إنما الحائض ممكن تقعد 7 أيام 15 يوم عند أبي حنيفة، وبعد كده تعامل على انها مستحاضة بعد 15 يوم ما يبقاش في حاجة، فتقعد 15 يوم من عمرها ما تخشش جامع ولا تشوف مؤمنات ولا تقعد مع الناس. فوضع الجنب قصير، وقت الجنابة قصير جدا، اما وقت الحيض طويل، فلا تمنع الحائض من ممارسة حياتها الدينية لاجل شيء لا يد لها فيه، صحيح انها ما تصليش، بس ما فيش مانع انها تخش المسجد وتشوف المسلمين وتشهد الخير وتشهد حلقات العلم وغير ذلك. فهذا مثال للقياس مع الفارق، قياس الحائض على الايه،
على الجنب في مسألة دخول المسجد. قالوا الإمام مالك يرى أنها أنها حتى لا تنسى يجوز لها أن تقرأ القرآن دون أن تمسه. وبعضهم قال تمس بحائل، وبعضهم قال لا ده حتى لو مسيته ما فيهاش حاجة، لأن المقصود لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. قالوا ده اللوح المحفوظ والمقصود في السماء والمقصود الملائكة، وبالتالي المسألة ما لهاش علاقة بالأحكام الشرعية في الأرض. وبعضهم قال لا، إذا كانت الملائكة وهي الملائكة ربنا قال لا يمسه إلا المطهرون، يبقى من الأولى في الأرض برضو لا يمسه إلا الإيه المطهرون. ده كلام الإمام ابن تيمية. فالمسائل قالوا قياسا على أن الملائكة أطهار يبقى البشر برضو لازم يكونوا مطهرين من الحدث الأكبر والأصغر. فبعضهم قال لا يجوز مس المصحف إلا للمتوضئ، وهذا حكم شديد. والغريب أن الأئمة الأربعة عليه الأئمة الأربعة وغيرهم قال لا، هذا أمر يشق على الناس ويصعب الإنسان في كل لحظة هو بيقرأ القرآن يبقى متوضئ، وهكذا مسائل القياس. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.